دردشة اليوم ستتمحور حول قناطر الموت، هكذا أصبحت تعرف القناطر المنتشرة على طول الطرق السريعة بالمغرب. مؤخرا تم تسجيل العديد من حالات الرشق بالحجارة، مما تسبب في تسجيل حالة وفاة على مستوى مدينة الخميسات وذلك الأسبوع الماضي. ظاهرة الرشق بالحجارة من على القناطر، هذا هو موضوع الدردشة اليوم. أبدأ معك محسن، يعني ما رأيك أولا بهذه الظاهرة الخطيرة والمؤسفة؟ طبعا الرأي الوحيد هو أنها مؤسفة كما قلت. نعم. ومؤلمة. هذه المنشآت يجب أن نتذكر حسام جميعا أنها وضعت للزيادة، طبعا في إطار الطفرة التنموية التي تعيشها البلاد على المستوى الطرقي، وذلك للزيادة في عنصر السلامة على الطريق السيار. نعم. حتى لا يكون هناك أناس يعني يجتازون الطريق السيار بينما تمر به سيارات بسرعة فائقة. نعم. كذلك وضعت تلك المنشآت، هذه القناطر، لخدمة الأهالي الذين يسكنون على جانبي الطريق السيار. أكيد. وليس لإزهاق، وبها تتحول إلى طبعاً رد فعل عكسي. نعم. ليس لإزهاق أرواح الناس. صحيح. والاعتداء عليهم. نعم. طيب كلثوم، يعني برأيك أكيد يعني أنت تسافرين يعني وتستخدمين الطرق السيارة، يعني ما هي برأيك الطرق المستعملة أو الأساليب المستعملة في هذه الاعتداءات؟ إذن حسام، تتعدد الأساليب والوسائل التي يتم بها الاعتداء على مستعملي الطريق. نعم. منها الرشق بالحجارة كما ذكرت، ومنها أيضا الرشق بالبيض، فيعني يتم رشق مستعمل الطريق بالبيض أثناء استعماله للطريق، فتنعدم الرؤية فيكون السائق مضطرا إلى التوقف. نعم. ثم يتم الاعتداء عليه. يعني وهناك يعني نصيحة مني لمستعملي الطريق بعدم استعمال مساحات الزجاج عند الرشق بالبيض، لأن ذلك يؤدي إلى انعدام الرؤية، سيحجب الرؤية. نعم، يحجب كاملة. الرؤية كاملة من على الزجاج. طيب مريم، كيف سيتم برأيك يعني مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة؟ في الحقيقة هي ظاهرة غير مقبولة بالمرة، فهي تؤدي إلى حوادث في بعض الأحيان مميتة، وفي بعض الأحيان تسقط أو تؤدي إلى حدوث جرحى. في الحقيقة يصعب تحديد وصفة أو وسيلة معينة لمحاربة هذه الظاهرة، لكن الشركة الوطنية لطرق السيارة أكدت أنها تتعامل مع الأمر بحزم وبمسؤولية مع هؤلاء الأشخاص. تجدر الإشارة إلى. نعم. أن هناك كاميرات مراقبة على طول الطريق السيارة لتحديد السرعة، ولكنها أيضا يمكن أن ترصد كل ما يجري وما يقع في الطرق السيارة المغربية. طيب رجاء بعشرين ثانية كذلك. حسام، هناك أيضا مسألة مهمة. إذن هذه يعني الممارسات وهذه. نعم. العمليات الإجرامية. نعم. تحدث في الطرق السيارة وتتسبب في حوادث مأساوية للأسف بالنسبة للسائقين. نعم. اليوم السائقين مدعوون. نعم. بشكل أكبر إلى التفاعل مع هذا النوع من الممارسات، يعني أنه في حال سلم السائق من يعني الوقوف في ممر وضعت فيه حجارة ولم تحدث له حادثة سير. نعم. هذا لا يعني أنه سلم بالمرة، هناك سائقون آخرون معرضون للوقوع في الحادثة، وبالتالي يجب تبليغ دائما. نعم. تبليغ مراكز الشرطة أو. نعم. إن كان السائقون. نعم. موجودون على مستوى طرق السيارة. نعم. يجب أيضا تبليغ. نعم. الشركة الوطنية لطرق السيارة. هذه الحوادث يعني. نعم. حوادث الرشق بالحجارة لا تحدث فقط على مستوى الطريق والسيار، بل فقط بال القطارات. نعم. محسن، الحزم كما ذكرت مريم مهم جدا. لماذا؟ نحن لسنا بحاجة للدخول في هذه المتاهة، ولم نخرج بعد من حرب الطرق التي تزهق. نعم. الأرواح. نعم. العديدة تقريبا يوميا. نعم. طيب شكرا جزيلا محسن، مريم، كلثوم ورجاء. مشاهدينا فاصل ونواصل، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.